براوني براوني انسى ليكي با براوني انسى ليكي با فين أمي؟ كافيه ثالثة تكاس مدفون في التراب إلياس المالكي فاس خايفين الماس خايفين لما ضحكت جبت انا دولي لما ضحكت انا دورة اي يلا وسي وسي والدراري واش دخل عليكم النهار شتكم كاملكم اصاحبي سقلتو خويا راه الفطور هذا والي باقي الفطور باقي ليه 5 دقائق عاف البلاصه اللي ماشي بان ليا كلشي تقاد عليه البنات بحال فيكم واحد في 100 نادي 10 دقائق واه الا خو انت فين كان عندكم تنادي 10 دقائق خويا انا سميش انا اصلي انا اصلا اصلي من الهيها لا راه هكا معكم تحياتي لكم الدراري وسمحوا لي دوز واحد المكالمه سهاني يا خويا هاني اخ الملك خذ راحتك الدراري اخباركم والله الا بيت تايلا بيت باش قمر على تشيلسي واه حتى خويا ما غاديش نبقى نقمر نولي نخضر نولي نلعب تشيلسي نولي نلعب العوده انا عطيك كومبيني نقيين في بريفي باش فهمتي باش تبان لي شي كومبيني نقي غنعطيه لك الدراري البارسا بداش الدراري رابحه ان شاء الله يا مالكي عقل عليا عقل عليا مزيان شحال قصدك في جديده باش نتصور معك زعما كاين والو والله يا خويا تا ولا شكون كان مشكل دابا خرجت نجيبها 4 درهم معقوله تصورت شي 12 تصوير اه مالكي واه لا ما دابا انا شوف راه ما كنبغيش نقول هادشي ولكن لا لا عادي 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 انت زعما عادي صح ما عرفتش علاش ملي ما تسيقش فيه زعما كنجي لا راه اقسم بالله العظيم صح انا بنادم قال لك شي غير ونقول شي بعض المرات لا بنادم ملي كتر معايا الهضره فهمتي كيف تدخل معك شي حاجه اللي اما عادي فهمتي شي حاجه عادي ماشي راه عادي يعني كاين اللي كتجي غريبه مش كيقول لك اه انت شكون كذا راه ماشي مالك راه مزكلي اجا يخلق معاك يسلم عليك صافي تراك ناضي اخويا داك التراك احسن تراك عندي في حياتي هو اقوى التراك هذاك فهمتيني غا واخا شي باجات ديال المورفين واحد الباج بحال دابا واحد الباج اخويا ديال المورفين ديال واحد الفان ديال المورفين في الفيسبوك بغى يطيح مني فهمتي هو اللي دوما هو اللي دوما تراك ضرب مليون في فيسبوك الياس بروسكيك او بروسكيك ضرب مليون في فيسبوك لعبت اخويا الوداد ب 6000 درهم مشات ليا انا اخويا وتا خويا ما بقيت فاهم والو انا والله خويا انا جيت قلت الراجل ما ربحاش قال صافي هي الوجيبه هي الوداد غتربح نيشان مابقاش الياس تصور الورقه باش لعب خاص تصور باش تخرج هذيك والله لا ما صورتيش راه هي الياس 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 كون هو اقوى درافتر في المغرب هو الملك عاصمه لا لا دابا شوف دابا ما كاينش اقوى دراب في المغرب كاين 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 دابا في الوقت اللي حنا فيه فهمتي مثلا فهمتي ما كاينش بحال اللي مثلا احسن لاعب في العالم ما كتعطاش كتعطى في هاد العام فهمتيني دابا حاليا اقوى دراب اللي كاين دابا في المغرب اقوى دراب اللي كاين دابا في المغرب حاليا حاليا هو بوصف حاليا حاليا اما شحال هادي المورفين لا لا اذا كنت عارف سمعتك وعارف اما شحال هادي المورفين مني اما دابا دابا توصل لي لا لا غوزمان غوزمان الدراري هو احسن رابر واش الصوت واش باش ادير اس في خويا كل واحد فهمتي وكيشوف البلان اس في الدم في العروق حضاره واش العروبي عندما كاين اللي تعجبوا الكشبه ديال مثلا ديال داك الشيء يقولوا لي لانكو كاين اللي تعجبوا الكشبه ديال دراغانوف كل واحد هو كيفاش كيشوف داك الرابير كيفاش كتعجبوا ايلي كاين اللي كتعجبوا ايلي كاين اللي كتعجبوا منال الثمن منال كل واحد كيفاش كل واحد له هيتياك اه كل واحد على حساب هو فين موقع في الحياه فهمتي اقول المورفين الياس مش قدور على السؤال فهمتي
لا حنا لا قلنا المورفين، حنا ما قلناش المورفين، المورفين شحال هذه بقوت فهمتي، حتى واحد ما غينكر. ولكن دابا دابا بوز يدوي راه يلاه واحد الشهور دابا كنقرب الضحك على المورفين ودوك اللي كيتسناو مورفين جسد خصالي. لا تحسن شرح لك الهيش ديالي مهم. اه قامل ولو تتلقوا في التيك توك راه حمار المورفين. انا ليش هارت هو صاحبي، انا ليش هارت هو صاحبي المورفين، راه انا صاحبي اللي كنت كندوزو في السطور يا صاحبي، راه انا ليش هارت المورفين. راه شحال من واحد صاحبي كان كيجي كيبقى يقول لي شكون هذا وكيرجعوا يتصنتوا علاش كيقولوا لي هذا مقول. المورفين اخي المهم، راه ما فهمتيش فين كندوي لك اصاحبي. دابا حيت انا كتبعني واحد الناس باقيين يلاه جيم صغار فهمتي، ولاد 2000 2003 2004 مني هما كيعرفوا غدرا كانوا داك لانكو حاري. انا كنت كندير لهم مورفين في سطوري، وداك الشيء اللي تعرفوا انا شي مورفين لا ما عرفوا عرفوا شي واحد بسبابينا، واحد 80000 بسبابينا اللي عرفتها 80000 تقريبا ملي ما الافلام كدير واحد طبلان اخويا الملك اللي ضرنا في طاس الطلطه دوي عليه وقتي عظمه باقي ما لقيتيش انا الحل. واش شرحتو الصباح اخويا ما كنتيش فين ما جيتيش انت الصباح؟ لا ما كنتش اخويا الصباح. انا شرحو في لايف اخويا، راه شرحو في لايف. اكتئاب العظمة اصلا ما كاينش النوطه، ما كاينش اللي غيفهمها قدو هو قد المورفين، هو اللي غيفهمها حيت فيه هو اللي غيفهم اش قصد تبيع. واخا غنقولها لك وغنشرحها لك كنبالغ كنخور فهمتي، اما هي راه عندها واحد المعنى كبير. ما كاينش دك فشي كلاس غنتعدى عليك والله مالا صعيب. انا حويت المورفين انا قاعد بصحي باش انت تقدر دير شي حاجه عادي 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 تشي بقاش كيخلع ماشي عادي صار ماشي راه كتوقع كتوقع ماشي شي حاجه صاحبي. الياس خصوصا انا في ميد قال فهمتي، دابا انا ساهل فهمتيني عاد تقول كذا لايف تيك توك كذا عادي يعاونوك صحابك الاستوديو مشيدي أستاهل أستاهل إلياس عاد شنو هو الحلم ديال كاع بنادم دابا؟ إلياس دراري كتبقاو صاحبي كتبقاو حاضيني أنا صاحبي ثم دويو في شي موضوع دو مع بعضياتكم. لا عندي لك سؤال أصاحبي وغنعوجو أصلا أنا دابا طالع قول لي غا كيجاك الانترفيو تاع سميتو تاع المورفين مع كالتشر في البودكاست ما عرفتش درت ودابا كتمشكي وراكش على شي بطونه ما توش هبط شي واحد ولا وليا رايو ماركت ولا شكون اللي لعب رايو فالكان وبرشلونه يا ربي تخسر البارسا ربح والله شي بنادم باقي بارسا وريالي الدراري الياس الياس هاد المره الا كنتي بغيتي تحط شي ورقه يا ولد حطها حتى انا ديما كنتمحط شي ورقه تندي العكس ديالها وتربح يعني ديما كدير الحاجه ثانيه خاسره حط سكوتي سكوتي الياس خاصك تحط سكوتي ديما كدير الحاجه ثانيه شي بغيت نقول لك اصاحبي حنا دابا قول الكونتاج ماضي الياس علاه ما غتلعب على الريال ولا السيتي الياس الريال ان شاء الله ورا اللي قال لك علاش لعب راه نيشان انت غادي تمشي تعمر على العكس وغتربح يعمر على العكس ما يعمرش لا 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 ما تعمرش على داكشي اللي دا انا ايش ستوري تاع الملك شتو معمر على سميتو على الرجب وتربح وليت متخيل انا يلا الاهلي ربحات صافي شتا ربحات وما لا ربحات ولا تتبان ليا قدام هيني ربحات وما لا ربحات اهلي ايجيبت ولا اهلي طرابلس وما يختار ليه يعجبك قدام باب المحشى صافي المهم واخا الياس داك الزهر اللي كان عندك تاع الكوت سبورت قاده ولا عندك داك الشيء الكوس كبارك اول مره في التاريخ كنخسر ست الوراق متابعين خسرت 5000 درهم في 1000 درهم في 2000 درهم في 3000 درهم وفي 2500 درهم ديال تشيلسي في 4000 درهم ديال البارس وفي التقييده تاع الموت شو انا بوش قلت يطلع معايا في اللايف انا معجان وانا نقول لي قلت لي لعب لعبه ديك دوس بليس ويبقى كيتسنى على لايف الدراري قلت لي اوه ما دخلاتش واش كاين لك رجع شي عليه ديك الليله فاش لعب ديك الجيم دخلت 14 مليون ولا ما عرفتش كان كيكذب عليا شوف لا الله يهديك الصاط فهمتي انا ملي هبط اللايف مشينا بقينا داون ابل فيديو خونا ربح 325 مليون اللي ربح بالله
325 مليون اقسم بالله صح 325 هذيك ديال ديال الروليت ولا ما عرفتش شنو هو الراس الريشه طبليون كيدور كيدور كي 14 مليون عبد الله هذيك اللعبه راه توسحرك يغضرب مليار ولكن دابا شوف دابا المشكل دابا المشكل اللي كاين في طبليون هو الضرائب وصعيب باش تخرجها فلوس ملي كتربح صعيب تخرجها فهمتي هي فاش هو بقى هو بقاو مدخلين وبقى كيخمر كيخمر تيخسر كلشي كان يتشاحا تفرج فيك اصاحبي في داك اللايف قلت الله يسر والله صاحبي يا غتربح يا غتموت لا غير بنادم شوف بنادم لكان مثلا عزيز عليه الفلوس اي بعد من القمر فهمتي بعد من القمر وقصد البنك فين ما عندوش الكبده على الفلوس وبحال دابا انا ما عنديش كونت بونكير عندي كونت عندي كونت ديال جيبي الدراري بدا على الموت وبدا لي هاني الدراري قال لهم قال لهم 4000 درهم هادي شنو غيطرا كاع شنو غيتبدل ما عاد في كان غتكون طريقه وي يا صاحبي ماشي شي حاجه الفلوس انا اخويا الياس راه طيح ليا 20 درهم كنفهمشي كيبدا يدخلوا معايا مطارق في راسي وي لا ما كانش لا كانت الوقت منيوك فهمتك تكون الاراك دايره راه عادي راه الياس ولا تقمر عند دوك الهدا قصاريه قصاريه باريس اللي في السوق قصاريه عزيزه لا كنكون جديد انا شي كاس كازر عنده حرف وعد ما كتفكرش لا تسيد عندي ما يقيس التوار شو اللي تهبط المازاكا الياس ماشي بلاصتي هذيك فهمتي الياس كيمشي لتشكيطو هكا الياس وتقدر تعطيك بقى عندكم تشكيطو بقى عندكم تشكيطو جديد اخي الياس فين فين البلاصه في داك السوق اللي عندكم حدا بلاش عندكم واحد السوق وقال سميتو بيران زران وحيلا اي سلك السوق الحمراء كاين السوق الحمراء في واحد المحل قديم تيبيع الحوت من التسعينات انا بدا ملي كنت صغير عندي 6 سنين 5 سنين كان كيديني الوالد وي زاهي زاهي لا 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 امور ناضيه امور كاين القصر الاحمر في جديده اللي كنعرف بلاصه وحيده اللي كنعرف انها جديده هي القصر الاحمر ما عرفتش انا ايلي في هذا الفيديو صح راهي اللي كنسكن فيها انا باش كنت هبطت عاد ام بي 1 لا دابا واش دابا 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 واش عارف وعارف دابا نعم اخويا قلت لك شكون اللي ذكرت ام بي 1 هذا والله ما عرفش بالله قلت لك يا الياس علاش ماشي بلاصتك ما زاقا تقدر تعطيك حسن من كودي لا ماشي بلاصتي فهمتيني انا فهمتي انا هبيل انا فهمتي كنبغي فهمتيني غنمشي نلعب وريقتي ونجي وندخل للدار وفهمتي هو هالي واش تقدر تلعب في الرياشة الدراري الله ودن ودن فهمتيش يا اوماي اوماي هذا الدراري صحاب طوركم اوماي ودن تصايب بعدا تصايب يودن ولا ما يودنش اندري واخا انت سبقتينا خا اندري ماشي اوماي يا زلمه ماشي اوماي يحيى الياس في اوماي صعب 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 اوماي اه صافي لقيتو نقول دعاء الياس ديك 4000 درهم اللي حطيتها في الكوطي تمشي تخسرها في الرياشه وحق ربي لا تجيب لك لا شوف انا نيت لقيتيني وليا لقيتيني يلاه جبت هذا الموضوع مع واحد الدري هو البارح قلت لي راه غيخرج هذا رمضان قلت لي ما كاين قلت لي امازاك قلت لي يمكن الكبش يمكن الكبش والله لقيتيني فكرت فيها اقسم بالله ولا يموت نهار 29 ولا ما تيش غيطرا حتى راه غادي تنعس ولا ما تيش غتزيد ولا غتنقص مالك تحب راسك ملي كتموت كتبقى تفرج من القبر حتى صافي راه كتنعس بحال اللي ملي كتنعس كتمشي نعسي بحال اللي ناعس حتى ولكن انت راك عما كتنعس راه دير كولابوغاسيون مع ريدمي اخويا خليها على الله صافي نعس الموت نعس ماشي شي حاجه زعما والله الا ما زاكون بران بنتي اللي كتحط العاقه بزاف في كوتي انا قلت ديك 4000 درهم تمشي تحطها تقدر تجيب لك حتى من الكوتي كاع والله حتى غنولي ندير هذا البلان نولي ان شاء الله كازينو الهيت خدا اصلا هيت زوين لا ديجا كنت كنمشي وكيمشي دابا 2013 2014
هاي زوينه ونقاز ولا ايدياس نقي نقي كيجي لا تقول قد البلاد فهمت على المقودين.